خلينا نروح لاسكندريه ومراسلتنا جيرمين ابراهيم، مراسله اون لايف من الاسكندريه، ونشوف كده ونتابع معاها برضو الكواليس لتاني يوم لمؤتمر الشباب. جيرمين بصبح عليكي، وخلينا نعرف منك بقى الاجنده النهارده والكواليس ايضا في تاني يوم واليوم الختامي كمان لمؤتمر الشباب. صباح الخير نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدينا. ما زلنا نتابع معكم من محافظة الإسكندرية فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للشباب في دورته الرابعة. يعني الحقيقة النهاردة اليوم في العديد من الفعاليات، يمكن بتمتد من الفعاليات أمس اللي تم فيها عقد العديد من الجلسات. من المنتظر اليوم الحقيقة أنه الرئيس يقوم بجولة داخل مكتبة الإسكندرية لزيارة عدد من المتاحف والمعارض الدائمة داخل المكتبة، خصوصا أن المكتبة فيها عدد كبير جدا من المتاحف، منها متحف السادات ومتحف المخطوطات ومتحف العلوم. الحقيقه يمكن بيظهر في المشهد خلفي عدد من التامينات الامنيه داخل مقر المكتبه، ده مقابل للقاعه اللي بتجرى فيها المؤتمرات بشكل مستمر. ايضا سيزور الرئيس القبه السماويه، وهو تعتبر طبعا من القبه اللي بتنضم للمركز العالمي للقبب الفلكيه اللي بتستخدم احدث التكنولوجيا. الحقيقه ايضا هناك العديد من الفعاليات اللي هتقام على مدار اليوم، وهتبدأ في الساعة 11 صباحا، منها يمكن جلسة بعنوان الإصلاح الاقتصادي بحضور عدد كبير من الوزراء، المالية والتخطيط والتضامن والتموين وقطاع الأعمال، وهيليها أيضا جلسة أخرى بعنوان منظومة المعلومات المتكاملة، وجلسة أفاق غرب الدلتا بحضور محافظين البحيرة والإسكندرية ومطروح، وخصوصا أنه الدورة هذا العام موجهة بشكل خاص لشباب إقليم غرب الدلتا في هذه المحافظات. ايضا يعني ممكن بشكل متوازي بتقام فعاليات اخرى، وهي نماذج لمحاكاه الدوله المصريه بيقوم بها عدد من الشباب من اجل محاكاه يعني نظام الدوله والوزراء، وبيقوموا بدراسه الوزارات المختلفه واهم التحديات والاهداف الموجوده فيها. يمكن احنا على مسافه دقائق من وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي ليدخل مقر مكتبه الاسكندريه، وايضا هيحضر الحفل الختامي اللي هيقام في تمام الساعه 8:30 مساء، هيتم فيها حفل غنائي المطربة لما، وأيضا احتفالات بمرور بثورة 23 من يوليو، ثم كلمة الختامية للرئيس عبد الفتاح السيسي ليعلن نهاية الدورة الرابعة للمؤتمر الوطني للشباب من عروس البحر المتوسط محافظة الإسكندرية. شكرا جدا زميلتنا جيرمين إبراهيم مراسل أون لايف من الإسكندرية، شكرا ليكي. طبعا تغطيتنا طبعا مستمرة.